استضافت العاصمة الإماراتية أبوظبي فعاليات دورة لجان تحكيم جوائز الإيمي الدولية للسنة السابعة على التوالي، وذلك بحضور محكمين لتقييم الأعمال من منتجين وإعلاميين وفنانين عرب. موقع فوشيا كان حاضراً خلال هذه الأمسية وعاد بنقل حي لمختلف مجريات الحدث. فعالية الانترناشنال أميز من أهم الفعاليات في العالم لتكريم يعني الأعمال الفنية للتلفزيون، فهذا مهم كتير بالنسبة لنا بيراميديا ولأبوظبي و 2454 كمان، لأنه هذه بتعني أنه إحنا مستوانا وصل للعالمية. لما نوصل لمرحلة نصف النهائي والتحكيم النصف النهائي لجوائز الانترناشنال أميز، وتكون تنتين من الفئات المتعددة تكون عنا هنا في أبوظبي، هذا يعني إنه في لنا أهمية يعني خاصة ومميزة في التحكيم. هم فئتين اللي شفناهم في هذه المرحلة. الفئة الأولى هي Arts Programming اللي هي عمل فني، والفئة الثانية أفضل ممثل في دراما أو كوميدي. فانتقاء لجنة التحكيم كانت على أساس أنه مين عنده خبرة في هدول الفئتين. الفنان الإماراتي حبيب غلوم تحدث عن أهمية هذا الحدث في الترويج لمدينة أبوظبي عالمياً، واعتبر أنه يتيح الفرصة للتعرف على طبيعة وإنتاج الدراما والبرامج التلفزيونية في العالم. تجارب أمريكا اللاتينية كثير مهمة، وعندهم الدراما التلفزيونية متطورة إلى درجة أن إحنا كأعضاء لجنة حكم نحس أحياناً أن إحنا أمام أفلام سينمائية، يعني يشتغلون بنظام الأفلام السينمائية السينما، وبالتالي عندهم تطور في الصورة وحركة الكاميرا بشكل غير طبيعي. فأنا أتمنى أني أشوف مثل هذه التجارب، يعني أنا أكون حريص، هذه رابع سنة أنا أشارك في هذه الجائزة لأني أستفيد كثير من التجارب اللي احنا نشوفها. مثل هذه التجارب ما تتاح لنا الفرصة كفنانين، ما على الأقل خليجيين، أن احنا نشوف هذه التجارب. فبالتالي هناك تطور كبير عندهم في الدراما التلفزيونية، وإذا احنا قدرنا ننقل ولو جزء منها للدراما العربية والخليجية تحديداً، أنا أتصور أننا رح نعمل نقلة على الأقل في الصورة وحركة الكاميرا في الدراما المحلية. يعني أكيد يعني أي شيء عالمي نقدر نجيبه لبلدنا لأرض الإمارات، أكيد هذا يعطي يعني سمعة طيبة أنه هذه دولة مضيافة أولاً ومستوعبة التجارب العالمية. ومسابقة مثل هذه مهمة، يعني هذه تقام على في كثير من الدول والقارات، وبالتالي ان تي للمنطقه العربيه وتجي في أبوظبي تحديدا، انا اتصور ان هذه اكيد تحسب لثقافتنا ولمستقبل يعني الحركه الفنيه والتلفزيونيه في دوله الامارات. الفنان السوري باسم ياخور عبر عن السعاده بالمشاركه في لجنه تحكيم جوائز الإيمي العالميه للسنه الثالثه على التوالي، معتبراً أن وجوده ضمن لجنة التحكيم من شأنه يضيف المزيد من الخبرات لتجربته في عالم الفن. هي مثل ما حضرتك تفضلتي، هي لجنة التحكيم، نحن منقيم بعض الأعمال اللي منشوفها، منقيم جانب محدد فيها له علاقة بعمل الممثل من دول معينة بمنطقة معينة في العالم. طبعاً ما مسمح لنا نصرح من وين أو كيف، بس كل منطقة كانت يعني كل سنة كان فيها منطقة مختلفة، فيها أعمال بتنتمي لبلاد مختلفة للغة مختلفة. هالسنة كانت أيضا منطقة فيها أعمال متميزة ومهمة، وبعتقد كانت تجربة كويسة، لأنه كمان مهم أنه نحن اليوم كممثلين عرب ننحط في موقع مسؤولية تقييم أعمال درامية لدول كبيرة ومهمة والفن فيها على مستوى عالي. من جانبها أكدت الفنانة اللبنانية مادلين طبر أن وجودها يشكل فرصة هامة ليس فقط للتقييم بل للاستمتاع بالإنتاج الدرامي العالمي. مساء الخير، أنا تعودت أن يكون بلجان تحكيم مؤخراً كثير عربية وأيضاً فرانكوفونية وأجنبية، لكن الأمي أوردز لها طابع من الجدية ومن الاحترام الكبير بالأوساط الفنية، وإلها سيستم مختلف. يعني في كل لجان التحكيم بالعالم بيبقى مشاورة وبيبقى فوتينج تصويت، هون لا،
ما حدا بيشاور حدا، ما في تصويت وما في رئيس لجنة التحكيم هو اللي بيفصل بالنتيجة. هون كل واحد بحط علامته بحسب تقييمه كممثل. أنا كنت عن فئة أحسن ممثل بعيدا عن معرفة زميله لمين أعطى السكور الأعلى. كان في نوع من الجدية ومن سيستم موضوعي عجبني جدا، وأيضا نوعية الأفلام اللي كانت موجودة كانت جديدة جدا علي، وجاي من عالم بعيد ما بقدر أقول أي بلاد لأن هني عاملين شيء حلو. يعني مثلا المحكمين عن الأعمال العربية ممكن يكونوا مثلا فرنسويين أوروبيين، والأوروبيين المحكمين عنهم يبقوا من جنسية أخرى. ما بنقدر نعلن نحن كنا هون بأبو ظبي عن أي دولة، لكن كانت هذه الدولة قدمت دراما جديدة وغريبة وكانت تجربة غنية. كنت مشاركة كعضو لجنة التحكيم في فئة أحسن ممثل دور أول. شفنا تجارب كتير مختلفة أنحاء العالم، والتحكيم عليها ما كانش شيء سهل بالمرة، لأنه فعلا شفنا كمان أداءات مهمة كتير وأعمال مهمة كتير. هاي أول سنة إن شاء الله، يعني بيكون في مشاركات أخرى بالسنوات الجاية، بس هاي أول سنة بشارك بلجنة التحكيم الأمي أوردز. والمختلف والمميز فيها حقيقة إنه أنت عم تتعرف على نمط آخر من الممثلين، عم بتشوف نوع أعمال يمكن ما بيتسنى لنا إنه نحنا نشوفها، لأنه الأعمال اللي بتوصلنا معظمها بريطانية وأمريكية من برا. شفنا تجارب من مختلف أنحاء العالم، فأنا بالنسبة إلي كتير تجربة غنية ومهمة.